فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إذن إخوتي الكرام، سنن النسائي باب الاستقراض. روى المصنف بسنده عن ابراهيم بن عبد الله بن ابي ربيعه عن ابي عن جده قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه الي وقال: بارك الله لك في اهلك ومالك، انما جزاء السلف الحمد والاداء. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما جزاء السلف الحمد والاداء، انما جزاء السلف الحمد والاداء. التغليظ في الدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهتي ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التجديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التجديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. اللهم المستعان. بالنسبة لبيع القطة في خلاف العلماء، الجمهور يرون الجواز مع الكراهة، والحنابلة والظاهرية يرون الحرمة، لأن جابر قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، لكن العلماء يقولون بأن النهي عن بيع السنور تغليظا من باب الكراهة، لأن الحرمة بيع الكلب للنجاسة، أما الهرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهنا يقول سلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وعن سمرة قال: كنا مع النبي في جنازة فقال: أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا. فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني؟ أما أني إنه لم أنوه بك إلا خيرا، لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل ما منهم مات مأسورا بديني، مات مأسورا بديني. هذا تجديد في هذا الباب. إذا أنا أسامح الجميع ولي رجاء عند الجميع، يعني التعليقات تكون في حدود ما تسمعون من العلم. إذا يعني أحسنتم إلينا بأخلاقكم الحسنة الطيبة. الاستقراض هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني يحمد الذي قد وقف معه وأعطاه القرض وأعطاه الدين، ولأن القرض في 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 حاجته وفي أعوازه أفضل من الصدق، لأنه يفرج كرب المرء الذي ألجأته الحاجة إلى القرض وإلى أن بذل وجهه من أجل أن يقترض، من أجل أن يرفع عن نفسه الحاجة. فمن فعل ذلك وقد عاونه وقد تسارع أو سارع للإحسان إليه يكون من أفضل الناس، لم يكن هو أفضل الناس. لذلك قال: جزاؤه الحمد والأداء. وعموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فلم تكونوا فقولوا جزاك الله خيرا. وأما الآخر التجديد في مسألة الدين، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد من مع أول دفع من دمه، مع أول دفع من دمه، ثم قال: إلا الدين يعني قد أخبرني به جبريل آنفا. لذلك قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم مات مأسورا بدينه ولو كان من أهل الجنان، فإنه لا يتمتع حتى يفك من أسره بقضاء الدين. ولكن نزل التسهيل في ذلك، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. شوف تعجيلا، يعني الله تعالى يصد له من يصد عنه، كما حدث مع أبي قتادة، بأنه يعني الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه دين قالوا نعم، درهمان قال ترك وفاء قالوا لا، قال صلى الله على صاحبكم فقال: هم علي يا رسول الله، أو صدر الله له من يسد دينه. الذي لا يرد الدين هذا يتلطف فيه ويقال له: اتق الله، وإن كان لكن المهم يكون في ورق يعني يشتد عليه به، لأنه هذا أكلم الناس بالباطل. الله المستعان.
لكن من شوف من استدان ليؤدي أدى الله عنه، ومن استدان ليستكثر الأموال أهلك الله ماله، أهلكه الله. من استدان ليهلك مال الناس أهلكه الله جل وعلا. من ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه المسألة على دواخل النفوس إلا أداه الله عنه في الدنيا. وكان كثيرا ما تفعل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستدين، فقالوا يا أم المؤمنين تستدينين تستدينين وليس عندك وفاء، يعني أنت الخوف عليك تموتين وعندك دين وتعلمين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قالت، قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل، من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله جل وعلا، بل الله جل وعلا يرضي من له دين عليه، وإذا كان المرء صادقا عند الله جل في علاه. وهذه مسألة نوايا، كلما أحسنت النية كلما كان الأمر على 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 الخير. يمكن نعم يمكن شكوى للقضاء، والأولى لا، والأولى لا. وما أحد لعله كان يعني ما عنده، إن سمع صاحب الدين المدين خلاص انعفى عنه انتهى، انعفى عنه نعم انعفى عنه انتهى. قال باب مطل الغني ظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه أيضا سلسلة مشهورة جدا، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبي الزناد زكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني. الغني إذا كان معه مال وماطل هذا ظالم، يأكل أموال الناس بالباطل، كيف يوفق وهو يأكل أموال الناس بالباطل؟ فمطل الغني، الظلم مطل الغني. قال وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهنا دي حوالة، هذه الحوالة يعني إذا حيل على قادر فليحتل. وقال الخطاب أصحاب الحديث يرونه اتبع فليتبع بتجديد التاء وصواب وسكون التاء فليتبع. وهذا الأمر ليس على الوجوب ولكنه على الرفق والأدب، لأن هو 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 يطالب ذمة فلان، وهنا الشرط القيد واضح علامة لي يعني يكون غنيا، أما إذا كان غير غني فلا يجوز الإحالة عليه. والغني هو القادر على الأداء، والفقير الذي لا يملك لا شيء عليه. الفقير الواجب أدبا في التعامل معه هو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير ليس بظلم. والإحالة لابد أن تكون على قادر على مليء، ولها فروع، لو افتقر بعدما أحيل هل يرجع ولا ما يرجع، خلاف فقهي بين العلماء، وكان الراجح في هذا الباب أنه يرجع. ومنهم من قال برئت ساحة المحيل انتهى، إذا ارتضى وأحيل فبرئت ساحته في هذا الباب والأمر واسع. لكن كما قلت الإحالة لابد أن تكون على مليء، إن كان غنيا قادرا على العطاء ومعلوم بين الناس أنه يؤدي ولا يماطل، يبقى إذن الإحالة عليها متأكدة. قال بعض العلماء أنها واجبة، وقال بعض العلماء أنه على الرفق والأدب، له أن يقبل وله أن لا يقبل، لأنه يطالب ذمة الفقير. وفي رواية قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مطل الغني ظلم فيحل الكلام عليه، ظلمني إنه يأكل أموال الناس بالباطل ولا يزيد عند من يستطيع أن يأتي له بحق أو يشتكيه، لكن الفقير لا، ما يجوز له أن يفعل ذلك. ولذلك قال لي الواجد يعني لي الغني الذي هو ممتلئ ويمتنع عن الدفع، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وسيأتي الكلام على الحوالة إن شاء الله نتكلم عنها بعد ذلك. فالغني الذي يماطل ومنع حق الناس، فهو يمنع حق الناس ومنع حق الناس من الظلم البين. والمفروض أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. الفوائد المستنبطة: إثبات حجية المفهوم، من استدان ليؤدي أدى الله عنه، من حسن خلق المسلم شكر المعروف، من حسن خلق المسلم شكر المعروف. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه
سقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.